اليوم راح نحكيو على نزيف الانف ليبيستاكسيس، ولا اللي نقولوا له باللغه الدارجه يرعف وليدي. وشنو هو هذا الرعف؟ بيان سور ما كاش لي ما يعرفوش، اي واحد تقصيه يقول لك الدم يسيل من النيف، وماشي غلط. اللي هو الرعاف الامامي، واش معناها؟ معناها عندي هنايا اوعيه دمويه، عندي شعيرات دمويه صغار كاينين بزاف، لانه هاد المنطقه تاع الانف هي التقاء تاع كثير من الاوعيه الدمويه. دونك اي حاجه تاثر لنا هنايا واش تكون عرضه انه الطفل تاعنا يسيل. هذا النوع الاول اللي هو رعاف الانف الامامي. كاين رعاف واحد اخر اللي هو نادر بزاف خاصه عند الطفل، اللي يرعف من اللور، سيتادير عندنا الانف يرعف من الجهه الخلفيه ويبلعوا. دونك انا واش نشوف؟ نصيب وليدي باللي يتقيا، وجينيرالمون هذا يتقيا بكميات كبيره، ولكن الحمد لله سبب نادر. هنا مامي غلط، يقدر يغلط الطبيب يقول باللي المشكله راهو في المعده ولا في الجهاز الهضمي، وهو المشكل هنا سي سا. لازم دونك انا وليدي كي يقول لي راني نحس الدم نحلو فمه، ولا شفت الدم راهو من اللور كامل نعرف باللي وليدي رعف. دونك سي تري امبورطون. نروحو دوكا للاسباب، تقدروا تقسوني وشنو هما الاسباب. نبداو بالاسباب الصعيبه اللي لازم تخليني نروح ديريكتومون للاستعجالات، اللي هو الى بعد ما طاح وليدي ولا بعد ما دابز رعف نيفو. هنايا لازم ندي وليدي للاستعجالات، لانه احتمال انه يكون مصاحب بارتجاج المخ، يعني قاس راسه، احتمال كبير. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الى شفت اي سائل خرج له من وذنه وشفت نيفو يرعف، هنايا نخافوا بزاف. وإلى لقينا مع الدم نصيبوا ليكيد، نخافوا حنايا هذاك الليكيد اللي جاي من الراس، نقولوا له الالسياغ. الى شفنا اي سائل مصاحب للدم خرج له من الانف نديه للاستعجالات. وإلا شفنا هنايا قليلة، إلا شفنا باللي الرعف الدم يسيل من الجهتين، يعني يكون بيلاتيرال، هنايا هادوما كامل يقولوا لنا باللي لازم ندي وليدي للاستعجالات. على بالنا باللي الإنسان كي يكون يرعف لازم دي تكنيك نديروهم باش نحسنوا الوضعية تاعو، معناتها ماشي نغرافيو الحالة. جابي ربي نديرو نزيدو نستضيفو معنا إنسان، الطفل الصغير الكبير عفوا دكتور زكار، واح قاعد هنايا مادا بيك. بيان سيغ زكريا، وراك ترعف زعما، ونديروا الطريقه الصحيحه اللي لازم الاولياء يتعاملوا بها. ولازم تغلط دكتور لازم زكريا، تغلط لازم تغلط، ما تعرف. انا ما نغلطش. راك رعفت واش دير اول حاجه؟ تروح تجري. دوك نوريكم ياك. ركزوا مليح لا تكنيك الخالطئ الغلطه. لا لا لا، العلامه دير هكا. تري بيان. ديجا اول حاجه طلع راسك، اول حاجه دارها دكتور زكريا انه قعد، ديجا هنا ما غلطش. اذا اول حاجه اللي يكون الطفل يديرها مور ما يرعف انه يقعد، ما يجري، ما يتكسل، سيرتو تاع تقول له اتكسل اقعد، نو، لازم يجلس وضعيه هذه اللي راهو قاعد فيها دكتور زكريا. الحاجه الثانيه واش دار دكتور زكريا؟ والله يقول لك باش ما يخرجش نعاود نرجعوا. هذه قبيله واش فهمتكم؟ قلت لكم النادر واللي نخافوه بزاف هو الورائي، يعني يعاود يبلع. انا كي ندير راسي للور واش راني ندير؟ راني شغل نعاود نرد الدم تاعي للور، والريسك انه نبلعو يولي يسيل من نيفو ويزيد يولي تقيه باسكو ما يحملش الدم، ولتما نبانيكيو ونخافو كامل ونزيدو نغرافيو لي شوز. دونك واش نديرو دكتور زكريا في هذه الوضعيه؟ لا لا دوكا سقمها لنا خلاص، نديروها تاع الصح. ايه هكذا تخي بيان. مام هذه تاع الصح وفيها شويه خطا. اول كي نديروا هذه الوضعيه لازم راسي صح كيما راهو يقول، نطلع شويه راسي، يعني هذه تكون طالعه من الدنا لافون. تخي بيان، راكم تشوفوا باللي لا تيت راهي سوغيلفي شويه، راهي طالعه وانا بونشي اون افون. دونك هذه هي الوضعيه الصحيحه، ما نحبطش راسي كامل ونحبط، دونك نطلع شويه راسي او ميم طون راني ندنا للقدام. موراها واش دير دكتور زكريا؟ قبل هذه المرحله اللي بزاف ما يعرفوهاش، واش لازم ندير؟ ننسر نيفي الموشاج. تخي بيان دكتور منصف. لماذا بالك تقصد تقولوا لي نزيد الموش يزيد الجرح؟ يزيد الجرح، لا لا، لازم نعرفوا باللي كاين في البلازما مكونات، هذوك المكونات واش يديروا لي؟ شفتوا هذاك لو كايو، هذيك الفيبرين
هذيك الماده اللي تبوشي لي الاوعيه الدم المحجر، كاين ماده في الدم تخلي لي ديغرادي لي هذاك البوشون، هذيك نسموها الفيبرينوليز، معناها انا كشغل راني نقول للدم تاعي راك درت لي بوشون، انا نزيد نخلي لك الكريات البلازما باش يزيدوا يخليو ليها يديغراديو لي هذاك البوشون. دونك انا واش ندير؟ نسر نيفي وري لهم المشاش كيفاش يكون، نسر لو ماكسيموم غير نعرف تري بيان، غير نتاكد باللي ما بقى لي الدم والو هنا، واش نروح ندير؟ نضغط. وري لي وين تضغط، ديرها غلطه، اضغط الفوق. تري بيان. علاش؟ باسكو لانه الانسان ضغط عيني على كل حال، لانه الانسان عنده قابليه انه يتعلم من الاخطاء تاعو. دونك كي تشوفوا واش غلط اوتوماتيكمون الاوعيه وين يجوا؟ يجوا في الثلث الاخير هنايا، الثلث الاخير هو اللي نضغط عليه. وري لهم باه تجيكم سهله، ما تعبزوش على العظمه، عبزو على هنايا الكارتيراج هذيك. وي فوالا، نحيتك خلاص كملت، خلاص اضغطت وكملنا. كملنا واش نديرو دوكا؟ شحال حسبنا لها؟ شحال قعدنا؟ خمس ثواني ميم با 5 ثواني. الوغ مين لا ديوري مينيمال لازم على الاقل، على الاقل 10 دقائق، هذه الاقل. يعني ما هي المستحب انه تلحق 30 دقيقه. لو كان كل طفل فيكم يدير هذه الوضعيات اللي نعاودوا نذكروها، يقعد في كرسي ويدني راه يطلع راسه شويه ويدنا للامام ومن بعد ينسر.